نبتدي على طول نشرتنا الرياضية مع فريق سيراميكا اللي فاز على المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل أهداف سيراميكا ميدو جابر والنيجيري جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان كمان، وبكده حصد سيراميكا أول 3 نقاط في الموسم الجديد. التعادل الإيجابي كان بيسيطر على مباراة فريق فاركو مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي لعبوها على استاد بترو سبورت ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، وبكده حصد كل فريق على نقطة واحدة من المباراة. والاتحاد السكندري حقق الفوز على أسوان خلال المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد أسوان في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز. بالنتيجة دي زعيم الثغر خطف أول 3 نقاط في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر حرص على تهنئة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب بعد حصوله على المركز الخامس لأفضل لاعبي العالم. كتب روي فيتوريا على صفحته على إنستغرام وقال: مبروك صلاح، لازم تكون الأفضل. فريق كريستال بالاس الإنجليزي فاز على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 خلال المباراة اللي جمعتهم على ملعب سيرهيرت بارك ضمن منافسات الجولة الـ 12. وولفرهامبتون أنهى أحداث الشوط الأول وهو متقدم بنتيجة 1-0. أما بقى الدقيقة 47 اتعادل كريستال بالاس، وبعدها في الدقيقة 70 من عمر المباراة الفريق سجل الهدف الثاني. بالنتيجة دي بيحتل كريستال بالاس المركز العاشر برصيد 13 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الـ 17 برصيد 9 نقاط. وفي الدوري الأسباني اتعادل فريق أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو إيجابيا بنتيجة 1-1، وده في المباراة اللي اتلعبت بينهم ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الأسباني. بالنتيجة دي اتواجد فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأسباني بشكل مؤقت لغاية ما تنتهي الجولة العاشرة وبرصيد 20 نقطة. كمان فريق إشبيلية اتعادل ضد فالنسيا إيجابيا بنتيجة 1-1، وده في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022-2023. بكده فريق إشبيلية بقى في المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإسباني وبرصيد 10 نقاط، وفالنسيا في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني وبرصيد 15 نقطة. احنا كده خلصنا اخبارنا الرياضيه، خلينا نرجع على طول لمصطفى والهدير نكمل باقي فقراتنا.